بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم كلكم. ان شاء الله مش هطول عليكم. بعد فيري انترستنج توك بتاعه هاله، يمكن توك بتاعي يبقى دمه تقيل شويه، مش لايق قوي. احب قبل ما ابتدي اشكر الدكتور جهاد المجهود اللي هو عنده الحقيقه في المستشفى، واشكر الدكتور ماجد المخائيل على دعوتي والمجهود اللي هو عامله الحقيقه في الساينتفك بروجرام اللي دايما بيعمله كل سنه. النهارده انا هتكلم عن جلوكوما بروجريشن. احنا وي يوز تو ديفاين جلوكوما يمكن 40 50 years ago انها a group of diseases in which the intraocular pressure is sufficiently elevated to make irreversible visual damage. الحقيقه الديفينيشن ده cannot be applied anymore. وابتدينا برضه من حوالي 20 30 سنه نقول ديفينيشن ثاني، نقول it's a disturbance of the structural or functional integrity of the eye which can be arrested or diminished by adequate lowering of intraocular pressure. طبعا نقصد بالstructural damage اللي هو الاوبتيك نيرف، والفانكشنال نقصد بيه الفيلد اوف فيجن. الحقيقه رغم ان ده مش ده الديفينيشن المظبوط بتاع الجلوكوما، انما تقريبا كلنا بنعامل الجلوكوما according to this definition. الحقيقه الديفينيشن المظبوط دلوقتي بتاع الجلوكوما انها it's a progressive optic neuropathy with characteristic structural and functional damage. لو جينا بصينا على الـ three definitions دول هنلاقي ان intraocular pressure كان في اول الديفينيشن الاولاني، بعدين الـ intraocular pressure بقى في اخر الديفينيشن الثاني، بعدين في الديفينيشن الثالث الـ intraocular pressure has been kicked out. ما بقاش في intraocular pressure في الديفينيشن. راح فين الـ intraocular pressure؟ اللي احنا يعني الجلوكوما بالنسبه لنا ما زالت intraocular pressure. هو is considered a major ريسك فاكتور. يعني ايه ريسك فاكتور؟ ريسك فاكتور يعني في وجوده الريسك اوف جلوكوما از هاي. But it does not mean that glaucoma is present. It does not mean that glaucoma will certainly develop. لازم نبقى عارفين المعلومه دي. والحقيقه ان هم لقوا ان less than 5% of those with elevated intraocular pressure will ever develop disability from glaucoma. مش هيجي لهم جلوكوما، انما مش هيجي لهم ديسابيليتي فروم جلوكوما. وبالتالي علشان نمانج جلوكوما الحقيقه محتاجين ان احنا نجاوب على 3 questions. الكويستشن الاولاني is glaucoma present؟ الجلوكوما الثاني is glaucoma progressing؟ الجلوكوما الكويستشن الثالث will glaucoma cause disability؟ يعني لازم لما نيجي نتكلم عن جلوكوما لازم يبقوا الثلاث حاجات دول الحقيقه في دماغنا. فلو اتكلمنا الاول عايزين نشخص الجلوكوما عشان نجاوب على السؤال الاولاني، ففي ناس كتير بتديفاين ازاي نشخص الجلوكوما، انما الحقيقه انا لقيت ان في اللي هو الاي اس جي اي او عامله كاتيجورايزيشن للجلوكوما انتو 3 كاتيجوريز 1 2 اند 3. 1 يعني شور ان هو عندي ديفينت ستراكشرال دامج اللي هو فيرتيكال كاب ديسك ريشيو مور ذان 97.5% وديفنت فيلد تشينجز وملوش دعوه بالانترا اوكلر بريشر خالص. فدول الاثنين دول يشخصوا جلوكوما وما مش محتاج انا الانترا اوكلر بريشر. كاتيجوري 2 الفيرتيكال كاب ديسك ريشيو، لان احنا بنتكلم على اوبتيك نيوروباثي مور ذان 99.5% مش عارف مفهوم البرسنتايل واضح عند الناس ولا لا. كلمه برسنتايل يعني انا لو جبت 100 واحد حطيت القصير قدامه والطويل ورا يبقى اللي طوله واقف في نمره 50 يبقى ده 50th percentile، اللي واقف نمره 70 يبقى ده 70th percentile وهكذا. تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على ناس outside the range، في اطراف الرينج بتاع النورمال كاب ديسك ريشيو او في النورمال intraocular pressure. كاتيجوري 3 وده الحقيقه احنا بنقابله كتير، واحد احنا مش قادرين نبص على الاوبتيك نيرف بتاعه في مثلا ميديا اوباستي وما هواش مش قادرين نعمل له فيلد اكزامينيشن، يا اما هو مش اوبرتيف يا اما الفيلد مش افيلبل، او ان هو الفيجن بتاعه اقل من ان هو يعمل فيلد، فيبقى بالتالي هعتمد على الانترا اوكلر بريشر هنا بس لازم يكون اكثر من 99.5%. ما ننساش ان احنا عندنا جروب بنسميهم جلوكوما سسبكت، اللي هو لو انا عندي بس تشينجز في الديسك او تشينجز في الفيلد او عندي اوبتيك ديسك مارجن هيموريدج او الانترا اوكلر بريشر مور ذان 97.5% او عندي اوكلودبل انجل في حالات الانجل كلوجر. يبقى دلوقتي عشان اشخص جلوكوما
ببص على البيرد بير كابلس ريشيو، بس عندنا شويه بيتفولز هنا. This depends على الاوبتيك ديسك سايز، it depends على النمبر اوف اوبتيك نيرف اكسونز ان ريليشن تو ذا سايز اوف ذا ديسك، وبتعتمد على الانتر اوبزرفر ديفرنس في السكيلز والكواليتي بتاعت الايمجنج اللي انت بتبص عليه والكلام ده كله، ففيها شويه ليميتيشنز يعني. البريمتري طبعا ستود ذا تيست اوف تايم، بس عنده مشاكل الاكسسبيلتي والكوبريشن بتاع البيشنت والريلابيلتي بتاع التيست نفسه، لو عملناه نبقى محتاجين اكتر من تيست. ما زال الانترا اوكلر بريشر از ا فيري سمبل تيست واكسسبل لكل اي حد بيقول انا بشتغل عيون، لازم هيكون عنده طريقه ان هو بيقيس فيها الانترا اوكلر بريشر، اند اتس ان انكسبنسيف تول. وطبعا البنيوسبي تول ما ننساهوش، بس ده بيفيدني قوي في الانجل، بيفيدني فقط في الانجل كلوجر. يبقى علشان اقول ان الجلوكوما بريزنت، انا عايز ديسك دامج لايكلي هود سكيل مور ذان 5، وهنتكلم على الديسك دامج لايكلي هود سكيل ده بالتفصيل اكتر من كده، وعايز البروديوسبل فيلد افكت، وعايز انترا اوكلر بريشر لو هاخده لوحده يبقى مور ذان 34 مليمتر مركري عشان 99.75% percentile. النيو تولز اللي هي زي الاتش ار تي والاو سي تي الحقيقه هم بروجريسنج قوي، وابتدى يبقى فيهم ستاندرديزيشن وابتدى يبقى لهم بارامترز، بس لحد النهارده ما هماش ذا ستاندرد اوف كير علشان نشخص بيهم جلوكوما. انما الحقيقه دي تولز مفيده، وتولز انا متصور ان هو في القريب العاجل هيبقى ليها دور كبير. لو انا شخصت الجلوكوما هيبقى عندي السؤال الثاني، از جلوكوما بروجريسنج ولا لا؟ عشان اعرف اذا كانت الجلوكوما بروجريسنج ولا لا لازم بعمل حاجه اسمها الدامج اتش كير. يبقى بحط على طرف الكيرف الايدج وعلى طرف الكيرف الثاني الدمج اللي ممكن يحصل، سواء فانكشنال دامج او ستراكشرال دامج. لو هو فانكشنال دامج يبقى انا بحط الفيلد وبشتغل على المين ديفكت، لو هو ستراكشرال دامج والمين ديفكت يعني انا بقول ان هو زيرو يعني ما عندوش اي ديفكت، كل ما هيزيد الديفكت كل ما انا هنزل، كل ما هو بينزل يبقى مثلا يبقى هو عنده ديسابيلتي اكتر. يبقى انا لو عندي بيشنت المين ديفكت بتاعه هنا وهو 65 years old، لو عندي البروجريشن سريع يبقى معنى كده ان هو هيجي له ديسابيلتي ان هيز اكتف لايف. لو البروجريشن بتاعه اقل بالطريقه دي يبقى هو احتمال يجي له ديسابيلتي بس فيري ليت ان لايف. بس لو البروجريشن بتاعه بطيء جدا يبقى معنى كده ان هو most probably he would enjoy a good life without any disability. لما نيجي نتكلم على disc damage likelihood scale الحقيقه ده حطه سبيس وحط له اكتر من طريقه، انما احنا بنحاول نبسطه. هو بيقسم الديسك الى افريج ديسك وسمول ديسك ولارج ديسك، فاحنا لو اتكلمنا على الافريج ديسك وبصينا على ال thinnest part of the ring، يعني ببص على مش ببص على الكاب ريشيو، انا ببص على النيورال ring وبشوف ال thinnest part of the ring وبشوف العلاقه بينها وبين الاوفرول diameter of the disc. ونقسم على هذا الاساس الديسك دامج لايكليود سكيل، بمعنى ان هو الريم اهي كبيره يعني it occupies more than 0.4 او 40% من الديسك diameter، يبقى ده اللايكليود ستيج دي نمبر 1. الحقيقه هي ماشيه بالترتيب، انما انا احب قوي ان احنا نحفظ نمبر 5، لان نمبر 5 معنى كده ان الريم هنا اهو less than 10% of the diameter of the disc. ونحفظ نمبر 8، معنى 8 في الديسك دامج لايكليود سكيل معنى كده ان الريم lost في from 90 degrees to 180 degrees يعني من ربع لنص السيركمفرنس اوف ذا ديسك الريم فيها لوست. فالاثنين دول الحقيقه لازم نبقى عارفينهم وسهل. يعني انت هتبص على الريم ليس ذان 10% دي حاجه سهله انك تعرفها، وان هو من 1 كوادرنت تو 2 كوادرنت لوست اوف ذا ريم دي حاجه سهله انها تتعرف ومش صعب ان الواحد يفتكرها. يبقى احنا عرفنا ازاي نعمل بروجريسنج. السؤال الثالث ويل ذيس جلوكوما كوز ديسابيلتي؟ برضه هنرجع للدامج ايج كيرف بتاعنا ونشوف. هنلاقي ان في زون 4، زون فوق هنا احنا بنعبر عنها انها جرين، انا مش خايف منها.
الحقيقه لا البيشنت ولا الدكتور يعني يقدر يقول البيشنت ده هيجي له جلوكوما ولا لا، وممكن يحصل مور دامج، وفي نفس الوقت مفيش سيمتومز ومفيش طريقه لحد النهارده ان احنا نقدر نقول ان العيان ده جاله حاجه. وفي زون ثانيه احنا بالتولز اللي عندنا احنا قادرين نشخص الديزيز، هاويفر البيشنت مش حاسس بحاجه خالص، والبروجريشن از لايكلي تو اوكير لو سبناه مش تريتد. تمام؟ وعندنا الاريا اوف ديسابيلتي، هنا بقى البيشنت ابتدى يسافر وبالتالي ما بقتش يعني مش المفروض ان احنا نستنى عشان نشخص الجلوكوما الاسبارت. يعني ده خلاص ابتدى يبقى بيشنت ديسيبلد واحنا عارفين ان الديسابيلتي هنا اهو الريفرس، يبقى بالتالي التدخل هيبقى في حاجه لازم نعرفها اللي هو الريليشن بين الاوبتيك ديس دامج والتشينجز الاوبتيك في الفيلد اوف فيجن. الاوبتيك ديس دامج از اولموست لينير، يعني الدامج بيبتدي يمشي جراديوال كده، انما الفيلد افكت اللي احنا بنقدر نديتكت الحقيقه از نوت ذات لينير. وبالتالي دايما احنا كنا بنقرا في البتاع ان احنا بنقول ان ايرلي كيسز بيبقى في الديس دامج بيحصل قبل الفيلد افكت، وفي الايرلي كيسز نلاقي ان الفيلد افكت هو اللي اكتر من الديس دامج، لان هو ده الكيرف بتاعه شكله كده وده الكيرف بتاعه شكله كده. فالديبينز احنا بنبص في اي حته، لو بصينا هنا هنلاقي ديس دامج ومش هنلاقي فيلد، لو بصينا هنا هنلاقي ان في فيلد تشينجز اكتر من الديس دامج، لو بصينا هنا هنلاقي الاثنين زي بعض. يعني ديبينز احنا بنبص في اي نقطه بالنسبه للبروجريشن بتاع الديزيز. فيبقى نفتكر ان احنا عندنا 3 زونز، زون عندنا حريه حركه فيه كبيره، وزون احنا بنتحرك فيه وشغلتنا ان احنا نقنع البيشنت ان هو ياخد تريتمنت، وزون الحقيقه احنا متاخرين فيه. بس ما ننساش ان احنا كلنا بنتولد عندنا حوالي مليون نيرف فايبر في الجانجليون سيلز بتاعتنا، وكل سنه بنفقد حوالي 5000. معنى كده ان احنا كلنا اللي ما عندوش جلوكوما باي ذا ايج اوف 100 هيبقى lost about 50% of his nerve fibers. يعني في normal loss of nerve fibers. بس اللي بيحصل ايه؟ ان هو بيلوز الكلام ده، وبالتالي by the age of 100 ما عندوش اي disability. وبالتالي احنا كلنا عندنا loss of nerve fibers بس ما بيجيلناش disability. العيان اللي عنده جلوكوما الفرق بينه وبيننا ان هو ال rate of loss بتاعه اعلى، بحيث ان هو هيجيله disability during his active life. تمام؟ انما ممكن اللي احنا نقدر نعمله ايه؟ ان احنا if we could detect him اللي احنا هنقدر نعمله بس ان احنا هنرجع ال rate of progression للنورمال ريت. احنا عمرنا ما هنخليه بلاتو، مش هيحصل. احنا كل اللي هنقدر نعمله له ان احنا هنرجعه للنورمال ريت، فلو ابتدينا متاخر هنا برضه هيبقى ديسيبل. يبقى احنا شغلتنا ان احنا نحاول نبدا بدري بحيث ان هو لما يرجع للنورمال ريت اوف بروجريشن ما يبقاش ديسيبل باي تايم. يبقى احنا شغلتنا هنا اهو ان احنا نحاول ندخل بدري هنا. يبقى السؤال، هل الجلوكوما بتسبب ديسابيلتي ولا لا؟ الحقيقه في المانيفست جلوكوما تشايلز، الايرلي مانيفست جلوكوما تشايلز، هم قارنوا بين التريتد ارم والانتريتد ارم، لقوا ان احنا يعني حتى لما احنا بنعالج احنا وي كود سيف حوالي 27% من الناس بس، مش اكتر من كده. يعني لقوا ان هم حتى التريتد فيهم جزء كبير بقوا ديسيبل. تمام؟ فيعني برضو لازم نبقى عارفين احنا بنقدر نعمل ايه للمريض، مش يعني لان احنا هنغير التريتمنت هيغير his quality of life، فلازم الكلام يبقى موزون قدام بعض. يبقى احنا عندنا في الجرين زون امتى ندي تريتمنت؟ لو في ريسك فاكتورز. مش معنى كده ان احنا ما بنديش تريتمنت غير لما يبقى متاخر، لا، احنا شغلتنا ان احنا نحاول نبدا بدري. فبالتالي في الجرين زون ممكن نبدا تريتمنت لو في ريسك فاكتورز، لو الانترا اوكلر بريشر مور ذان 34 مليمتر مركبي، حتى لو كنت مش قادر ادوكيومنت ولا فيلد تشينجز ولا ديس دامج، ولو في ريت اوف تشينج في الستراكشر او الفانكشنال دامج فيرسس لايف اكسبكتنسي، وده هنتكلم عليه برضه بعد كده.
في اليلو زون treatment is usually indicated والaggression of treatment depends على rate of change against life expectancy. طبعا لو احنا دخلنا في الريد زون اللي هو الزون of disability يبقى the most aggressive treatment should be applied. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي field of vision المفروض ان انا بالمين ديفكت بحاول اعمله against the age, اعمل كيرف against the age عشان اطلع ال functional age damage واشوف ال rate of progression, فده عنده rate of progression of 0.15 decibels per year. يبقى ده لو حطيتها على الكيرف بتاعه هلاقي ان هو ال change شكله كده. لو انا عملت له transpiration هلاقي ان ده مش محتاج مني اي تدخل زيادة. لو هو بياخد treatment هيفضل على treatment بتاعه, لو مش بياخد treatment مش هعمل له حاجة لانه ما يستاهلش ان انا اغير الكواليتي لايف بتاعته وهو مش هيبقى ديسيبل. انما لو خدنا الاكزامبل ده واحد عنده 1.3 ديسيبلز تشينج بير يير وحطناها على الاتش دامج كيرف بتاعه هنلاقي ان هو ده بروجريشن سريع جدا وبالتالي موست بروبلي ويل بي ديسيبل. يبقى ده محتاج ان انا يا اما اخلي التريتمنت مور اجريسيف يا اما لو ما بياخدش التريتمنت ان انا ابتدي اديله تريتمنت. الحقيقه الكيرف ده بيوري بس احنا محتاجين نعمل كام فيلد في السم علشان نقدر نشخص البروجريشن. الديبندز على الريت اوف بروجريشن, كل ما كان الريت اوف بروجريشن اعلى كل ما ابقى انا محتاج عدد اقل من الفيلدز عشان اقدر اشخص. كل ما كان الريت اوف بروجريشن قليل كل ما ابقى محتاج اعمل فيلد سكير بير يير عشان اقدر اقول ان في بروجريشن. يبقى علشان نشوف اذا كان في بروجريشن ولا لا, الاول هنشوف البيشنت على الايدج دامج دايجرام شكله ايه وابص على الريسك فاكتورز وبعدين احدد التارجت انترا اوكلر بريشر. التارجت انترا اوكلر بريشر از نوت فيكس نمبر, ديبندز على حاجات كتير. الانترا اوكلر بريشر شود بي لوور مور لما يبقى الدامج اكتر وين ذا بيشنت فيرست دايجنوز, لما يبقى اصغر انا محتاج انت اكتر فيشر اقل عشان اللايف اكسبكتنسي عاليه اطول. ويعني كل ما كان الانت اوكلر بريشر لو لما يتشخص اول مره كل ما ابقى انا عايز انت اوكلر بريشر لوور, يعني معنى كده ان الدامج حصل بلو انت اوكلر بريشر يبقى بالتالي انا محتاج لوور انت اوكلر بريشر. يبقى اول حاجه هنشوف البيشنت فين على الايدج فانكشن دايجرام وبعدين نشوف البروجريشن بتاعه شكله ايه ونحاول نشوف الريت اوف بروجريشن اذا كان ده سلو ولا رابيد بروجريشن. وبالتالي لو هو ماشي كده انا مش هعمل له حاجه خالص, لو ماشي كده بيبقى فيري كلوز فولو اب, لو هو ماشي فيري اجريسيف كده هيبقى ديسيبل يبقى لازم ابتدي تريتمنت واجريسيف تريتمنت از ماتش از وي كان. يبقى in conclusion الجلوكوما ما ننساش انها is a progressive disease و most glaucoma patients are likely to show progression. بس الحقيقة it depends على احنا بنحاول نتكت progression ازاي, انما progression الحقيقة موجود. يبقى ده يعتمد على ان patient يبقى followed frequently enough وان احنا نحاول نستخدم tools to detect early progression او to detect progression as early as possible. و not all patients progress at the same rate. Progression rate needs to be determined in each patient for appropriate treatment decision to be tailored for each patient. وما ننساش ان الجلوكوما is considered an optic nerve axonal loss more than the normal rate. كلنا بنlose axons. And treatment can only return this accelerated rate to its normal level. We are not treating a disease.